اربع ازاز زيت بس، ما اعرفش كيلو سكر تقريبا ولا ايه، مش عارف، خد كيلو رز، حددوا بعض الحاجات. فده مخلي الناس عندها قلق، ايه الحكايه؟ استاذ احمد كمال، اولا مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. ليه هذا القرار؟ سببه ايه؟ في البدايه احنا عايزين نطمن الناس من خلال حضرتك ان اي قرار بيصدر من وزاره التموين بيبقى هدفه الاساسي هو تنظيم عمليه صرف السلع من مخازن الجمله لبدالين التموين وفروع مشروع جمعيته والمجمعات الاستهلاكيه، وتنظيم الصرف بين المواطنين وبعضهم البعض. احنا عندنا تقريبا 21 مليون بطاقة ونص بتخدم حوالي 64 مليون مستفيد من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، عندنا 1600 مخزن. وزارة التموين لما بيبقى فيه توازن في الأسعار وفي الأسواق في السلع الأساسية بيبقى عندنا احتياط استراتيجي الحمد لله من السلع الأساسية لا يقل عن 4 شهور، ولكن بتتدخل ببعض الإجراءات التنظيمية لتنظيم عملية صرف السلع. الهدف من القرار الوزاري اللي اصدره معالي الوزير بتاريخ 5/7 ان احنا بنحدد للمواطن على بطاقه التموين عدد يعني الحصص المخصصه ليه على البطاقه حتى يمكن ان هو يصرف هذا الدعم من عند البقاله التمويني او جمعيتي، لان بعض المنافس كانت بتدعي ان ما فيش زيت او سكر او رز، ولكن الوزاره وجبت ان هي تنوه للمواطنين ان اي مواطن من حقه على بطاقه التموين ياخد ازازه زيت 1 لتر أو إزازة زيت أخرى 800 ملي لحد أقصى 4 أزايز على البطاقة عشان أضمن إن أنا أقدر أعمل احتياجاتي والحصص الشهرية، لأن أنا بستهلك شهريا من 65 إلى 70 ألف طن من الزيت، وبالتالي أقدر أدبر احتياجاتي في هذا المستوى. الأمر الثاني إن كل مواطن على البطاقة من حقه إن هو ياخد 2 كيلو سكر، ولو هو مش محتاج ال 2 كيلو سكر ممكن ياخد كيلو أو ما ياخدش خالص السكر. جزء تاني عشان ننظم عملية صرف الرز على البطاقة، احنا عندنا حوالي 35 ألف طن سكر برز بيتم استهلاكهم في الشهر، فحددنا للبطاقة الواحدة 1 كيلو رز، بيتبقى للمواطن وكل مواطن ليه 50 جنيه على بطاقة التموين الفرد الواحد، وما زاد عن الفرد الرابع بيبقى ليه 25 جنيه. لو تبقى من مبلغ الدعم أي مبلغ من حقه ياخد أي صنف تاني بره الزيت والسكر والرز بباقي السلع التموينيه اللي بتوصل حوالي 28 سلعه. لو في مواطن مش عايز زيت او سكر او رز وعايز ياخد دقيق او صلصه او مكرونه او شاي ده من حقه. فالهدف من القرار هو تنظيم عمليات الصرف وتسليم الحصص لفروع الجمله وفروع المنافذ التموينيه ليس اكثر يعني. بس ده معناه ان احنا غيرنا النظام اللي كنا متابعينه بقالنا عده سنوات، مش كده؟ لا، هو النظام زي ما هو يا استاذ احمد من 2014 منظومه التموين كما هي. المواطن زاد دعم، لا كان ياخد 10 زيت ياخد 10 سكر ياخد، كان عايز اللي بياخده كان بياخد زي ما هو عايز. ده كان ادى يا استاذ احمد ان بعض المنافذ كانت بتاخد استعاضاتها من مخازن الجمله بكل المستحق ليه كميات من الزيت والسكر والرز، وبيجي على حساب سلع ثانيه، يجي بعض المواطنين يصرفوا من تاجر تاني في نفس المدينة أو نفس القرية يلاقوا تاجر واحد مستحوذ على باقي الحصة، وبالتالي أنا بحسب للبقال التمويني أو فرع مشروع جمعيتي هو باع قد إيه للمواطنين على المكنة بموجب تقرير من شركة البطاقات بيقول عدد الأفراد اللي صرفوا من عند التاجر الفلاني كام، وبضرب له عدد الأفراد دي في المخصصات بتاعة التموين فياخد بما قيمته أو بما نسبته زيت وسكر ورز. لأن لو كل منفذ مثلا جاله 500 بطاقة، المنفذ ده ال 500 بطاقة نفترض ان كل بطاقة فيها على الأقل 4 أفراد، فببتدي أحسب له على البطاقة الواحدة الأربع أفراد ممكن ياخدوا قد إيه زيت وسكر ورز، هي نسب كلها تنظيمية ليس أكثر ولا أقل، وبدليل إن معالي الوزير لا ده مش معناه إنه هينتقص من حقوق الناس. لا بالعكس، أنا بنظم عملية الصرف لأن أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بستهلك في الشهر السكر حوالي 120 ألف طن. هستهلكهم هم ولا هيقلوا؟ لا هم لان انا بتحرك لان انا كل النطاق الجغرافي ال 40 الف منفذ دول اللي بيصرفوا ال 120 الف طن سكر وال 70 الف طن زيت وال 35 الف طن رز، والباقي كله بتحرك في باقي قيمه الدعم او قيمه السلع التموينيه. وعايز اطمن حضرتك برضو ان قيمه دعم السلع التموينيه زي ما هي في موازنه وزاره التموين بتبلغ 36 مليار جنيه في السنه بما يعادل 3 مليار و400 مليون في الشهر. فالمبلغ زي ما هو، وقيمه الدعم للفرد 50 جنيه ما فيهاش اي نقص خالص. يعني موازنه
21 22 الدعم كما هو زي ما هو العيش لم يتم الاقتراب منه. بالعكس ده العيش والتموين كانت في موازنة 21-22 87 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه عن موازنة 20-21. نعم. فبالعكس ده الوزارة بتتحرك في ناحية ان المستهلك ياخد حقوقه والأنصبة بتاعته او ياخد النسب بتاعته بشكل متوازن. هو القرار يعني بيخاطب منافذ الصرف ومخازن الجملة اكتر منه ما بيخاطب المواطن. ولا ده عشان الزيت واحنا بنستورد كميات قد ايه واسعار الزيت بتزيد والكلام ده فبنوفق يعني بنواجه هذا الامر جزء منه. بحيي حضرتك على النقطه دي ان انا عشان كان عندي مشكله في الزيت واسعاره العالميه ارتفعت اكتر من 50% وما زالت الدوله بتتحمل في كل ازازه زيت 2 جنيه فرق، وبالتالي كان في ضغط على الزيت في فتره معينه ان البعض بيروح يصرف قبل البعض الاخر فياخد بكل حصته زيت. فالدوله لا قالت لا لازم البطاقه الواحده على الاقل تاخد 4 ازايز زيت ونسيب فرصه للمواطنين الاخرين حتى اقصى 4 ازايز مش على الاقل 4 ازايز. هي عداله توزيع يا استاذ احمد، عداله توزيع عشان اللي عايز زيت ما يروح محتاجه ما يلاقيهوش. في ناس بتاخد زي ما حضرتك بتقول كده كان بتاخد كله سكر او زيت او رز وهكذا. النهارده بحدد عشان اعمل ضوابط. وفي حاجه ثانيه يا استاذ احمد قبل ما حضرتك تختم، انا من حق المواطن ياخد في فارق نقاط الخبز كل السلع الحره اللي هو عايزها بما فيها الزيت والسكر والرز، ده لو هو عايز يزود عن الحصص التموينيه. هل الاضاحي عاملين بالتقسيط فعلا؟ فعلا يا فندم، ده خبر يعني صار جدا، ومعالي الوزير امبارح في المؤتمر الصحفي كان في احد الحضور من الزملاء الافاضل الصحفيين اقترح ان وزاره التموين تطرح على يعني في عيد الاضحى المبارك الخروف العيد بالقسط على الفور. معالي الوزير وجه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه وفعلا عملوا النهارده اليه لصرف هذه يعني المنظومه، ان احنا بنخاطب طبعا الوزارات الحكوميه وكل الجهات الحكوميه وايضا شركات قطاع الاعمال العام، ان المواطن نفسه يقدر ياخد خروف العيد من وزاره التموين من خلال المجمعات الاستهلاكيه بالقسط، وسعر الكيلو هيبقى 65 جنيه قايم، والقسط هيبقى 6 شهور كحد اقصى، والموظف اللي في هذه الجهه عليه ان هو بيتقدم باستماره الى جهه العمل بيتعهد ان هو يتخصم من مرتبه قيمة طبعا الخروف او الاضحية اللي هو هيختارها بالاوزان بتاعتها. جهة العمل بتخاطب الشركة القابضة وبتديها تعهد ان هي هتحول لها ما هو قيمة ما تم يعني استلامه من جانب الموظفين، وبالتالي الشركة القابضة بتوفر ده من خلال المجمعات الاستهلاكية. بالاضافة الى ايضا كان في اقتراح لما كان سيادة الوزير مع حضرتك في رمضان قبل اللي فات بخصوص الكوبونات، واحنا نفذناه في سنة 2019 و2020. بعض الاخر برضه حضر المؤتمر بالامس وطلب من الوزير ان احنا نطرحها مش في رمضان بس، نطرح برضه الكوبونات في العيد. وفعلا النهارده طرحناها من خلال الشركه القابضه فئه ال 20 جنيه وال 50 جنيه وال 100 جنيه. المواطن المقتدر يقدر يشتري الكوبون من شركات السلع الغذائيه ويديها لغير المقتدر. من حق المواطن يروح بالكوبون ده المجمع الاستهلاكي يشتري بيه اي حاجه خاصه بالسلع الاساسيه او اللحوم او الدواجن بما قيمه البون، وبيستخدم البون لمره واحده فقط وبيبقى مختوم وعليه علامه مائيه ان هو غير قابل للتزوير او ان هو يتم تقليده. استاذ احمد، ايه حقيقه كلام حوالين نادي القرن والزمالك والطلب اللي قدمه الزمالك؟ ايه الحكايه؟ ايه حقيقه الكلام اللي اثير الساعات الماضيه؟ اللي تم يا فندم خلال الساعات الماضيه ان بعض الصحف نشرت بيان غير صحيح او خبر غير صحيح على لسان مصدر ان وزاره التموين رفضت العلامه التجاريه بتاعت نادي الزمالك، ولكن معالي الوزير على الفور وجه جهاز تنميه التجاره الداخليه اللي تتبعه الاداره المركزيه للعلامات التجاريه ان هم طلعوا بيان النهارده الساعه 7 بيقول ان جهاز تنميه التجاره بتنفي هذا الخبر جمله وتفصيلا، ولم يصدر عن وزاره التموين او جهاز تنميه التجاره الداخليه اي قرار برفض او قبول العلامه التجاريه لنادي الزمالك. وبنؤكد إن هذا الطلب ما زال قيد البحث والدراسة، وبمجرد الانتهاء منه سيتم الإعلان عنه بكل شفافية، لأن طبعا دي قضية يعني بتلمس جزء كبير من المواطنين المهتمين بالشأن الكروي. ووزارة التموين يمكن غريبة شوية على الناس اللي ليها علاقة بالعلامات، ولكن احنا عندنا يا فندم إدارة اسمها الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، هي أحد الوزارات أو أحد الإدارات اللي بتقدم هذه الخدمة في وزارة التموين. بشكرك شكرا جزيلا.